بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أقيمت في مختلف الكنائس الرسولية في المملكة الصلوات والقداديس الإلهية بهذه المناسبة البهية، حيث أضيئت الشموع وتليت العظات والدعوات، واستذكر أصحاب سيادة المطارنة في عظاتهم المبادئ والمعاني التي جاءت بها رسالة السيد المسيح التي تجسد السلام والمحبة بين عموم البشر. تفاصيل أوفى حول احتفالات الكنائس في التقرير التالي. تمر السنون جيلا بعد جيل، ومع هذا تبقى قصة ميلاد السيد المسيح أقدس وأعظم وأجمل قصة في التاريخ، فهي قصة افتقاد السماء للأرض، قصة محبة أبدية عظيمة تملأ قلب الله نحو جنسنا البشري. إنها قصة تجسد الله ومجيئه إلى عالمنا في شخص طفل المذود، ربنا ومخلصنا الوحيد يسوع المسيح. فمهما طال الزمان، فإن قصة ولادة الرب يسوع له المجد من القديسة مريم العذراء كانت وستبقى أروع قصة في مسيرة الحياة. فنور الميلاد ما يزال ساطعا، بل يزداد جمالا في عالم امتلأ بالنزاعات والصراعات والألم. فبهذه المناسبة المجيدة احتفلت كنائس المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين بقداديس إلهية ليلة الميلاد حسب التقويم الغربي، حيث تزينت الكنائس بأبهى الحلل وأشجارها أضيئت لتعكس بهجة وفرح الأمم ليلة ميلاد مخلص البشرية. في كنيسة القديسة كاترين الرعوية بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم أقيم قداس إلهي مهيب ترأسه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية بيير باتيستا بيتسابيلا بمشاركة لفيف من المطارنة والأساقفة. حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير الداخلية سمير مبيضين وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية وجموع من الحجاج. ورحب المطران بيتسابيلا في مستهل القداس بالسيد الرئيس والوزير مبيضين والحضور والمشاركين، وقال إننا نلتقي جميعا في هذه الليلة المقدسة لأننا دعينا، وجمعنا الله هنا في بيت لحم المدينة التي ولد فيها المخلص يسوع المسيح. وأضاف في هذه الليلة المقدسة نحتفل بميلاد يسوع المسيح في بيت لحم ونعلن مع الملائكة محبة الله لهذه الأرض ولمدنها، ونريد أن نستجيب للدعوة الموجهة إلينا، وهي أن نكون صانعي سلام وأنبياء رجاء وشهودا مقتنعين وقادرين على الإقناع بضرورة المشاركة والحوار. وتابع: نريد أن نسكن هذه الأرض مع يسوع المسيح فلا نهجرها، نريد أن نشارك في ألامها ومخاوفها وأحزانها وأمالها، نريد أن نسير معا في طريق الخلاص مستعدين لبذل كل جهد والتزام كل مبادرة تجعل مدننا مزدهرة ومضيافة، حيث يقدر الجميع أن يجدوا بيتا وعملا وحياة كريمة ومكتفية. And I say to myself that as long as
هناك الكثير من الأعمال التي تشبه ما صنعنا في الكنيسة، أعمال جميلة يمكن أن ننظر إليها رغم كل المصاعب. الميلاد هو أيضا وما يجب أن نضع جانبا من الأشياء السلبية. هذا هو الميلاد أيضا. وصافح الرئيس محمود عباس خلال خروجه من الكنيسة المطران بيير باتيستا بيتسابيلا وعددا من المشاركين بالقداس، معبرا عن أحر تهانيه لهم بالاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة. أيها الإله البار القدير، لقد أضأت هنا هذه الليلة السامية القداسة ببهاء النور الحقيقي، فهم لنا وقد عرفنا المسيح في أسراره على الأرض أن نتمتع بأفراحه في السماء. هو ذا الماحي الخطايا وفي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في العاصمة عمان، احتفلت الرعية بقداس مهيب ترأسه الأب علاء مشربش، عاونه فيه الأب مروان حسان والشماس الإنجيلي جبران سلامة. أحيا القداس بالترانيم الميلادية الشجية جوقة قلب يسوع الأقدس بقيادة المرنم فارس عباسي، بحضور حشود من أبناء الرعية المحتفلين بهذا الحدث الأغر. وعقب الإنجيل المقدس تحدث الأب مشربش في عظة القداس عن عمق معنى الميلاد، فهو بداية طريق الخلاص المعد لنا، وأضاف بتجسد الله ومحبته واتضاعه وارتضائه بأن يولد في مذود حقير، واختتم العظة بالتهاني لأبناء الرعية مصليا لهم بشفاعة طفل المغارة بأن يمنحهم المحبة والسلام في حياتهم ويحيا في قلوبهم للأبد. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، ولد المسيح، هللويا. اليوم نصل معا إلى مغارة بيت لحم، نسجد للطفل المولود من مريم، ونتأمل في هذه الليلة بأمر هذا الطفل العجيب. الكنيسة المحاطة بالظلام هي نور يشع في داخلها ميلاد هذا الطفل، وهذا ما سمعناه في القراءة الأولى من أشعيا. نور المسيح الذي يجذب البشر، نور الميلاد، لولا ما أشرق لما حصلنا على رجاء القيامة. هذا هو عيد الميلاد، عيد القناعة، عيد القبول لمشيئة الله، وعيد الانطلاق نحو الآخر. باسم إخوتي وأخواتي واسم الأب مروان والشماس جبران والأخوات الراهبات، نتقدم منكم جميعا يا أبناء رعيتنا الأحباء بأحر التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مصلين وطالبين من الطفل يسوع أن يولد في قلوبكم وبيوتكم ويحمل لكم كل النعم والبركات من السماء، فيكون هذا العيد عيد التجديد وعيد الحياة الجديدة مع الله. كل عام وأنتم بخير. ولد المسيح، هللويا، آمين. كما احتفلت كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك أم السماق بقداس احتفالي تذكاراً بالميلاد ترأسه رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن المطران جوزيف جبارة، بمعاونة الأرشمندريت بسام شحتيت والأب عماد بواب، بمشاركة مجموعة كشافة ومرشدات المطرانية في الخدمة وجوقة المطرانية في إحياء التراتيل البيزنطية خلال الاحتفال.
وفي عظة القداس تحدث سيادته عن سر التجسد الإلهي في الإنجيل المقدس، حاثاً المؤمنين على عيش فرح الميلاد في قلوبنا قبل أي مظاهر خارجية. الميلاد منه سنة الماضي، الميلاد منه مبارح، الميلاد هو اليوم. بقدر ما أنا بعيش اليوم حاضر أمام الرب، بقدر ما بعيش أنا اليوم في اتحاد مع السيد المسيح بسلام مع الآخرين، كون عبعيش الميلاد اليوم. للجميع بتمنى أعياد مباركة ملأ السلام، ملأ الفرح، ملأ السعادة عليكم، على أولادكم، على أحبائكم، وكل عام وأنتوا بألف خير. وعقب الانتهاء من القداس الاحتفالي وفي لقاء خاص لنورسات مع سيادة المطران جبارة، مقدما تهانيه الحارة ومعايدته لكل المسيحيين في أرجاء المعمورة بهذا الحدث العظيم. صلوات بين القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا، أمين. انعاد عليكم سنين كثيرة. بهالليلة المباركة والمجيدة بحب أتقدم بأحر المعايدات، أحر الأمنيات لكل أبناء الرعية، لكل أبناء الأبرشية، ولكل أبناء الأردن قاطبة، متمنيا للجميع أيام سعيدة، أيام بركة، أيام خير، وإن شاء الله هالعيد بنعاد على الأردن بكتير من السلام، بكتير من البحبوحة، بكتير من الإخاء والطمأنينة لكل الأردنيين. شكرا جزيلا. وفي ذات الكاتدرائية التأم أبناء الرعية الكلدانية في الأردن من مقيمين ولاجئين للاحتفال بليلة عيد الميلاد المجيد بقداس إلهي احتفل به كاهن الرعية الكلدانية في الأردن الأب زيد حبابة بمعاونة خدام الهيكل وشمامسة الرعية وجوقتها. حضر القداس سعادة القنصل الدكتور خالد الخيزران ممثلا عن سفيرة جمهورية العراق لدى الأردن صفية سهيل مع مجموعة من أعضاء السفارة وبحضور بهي من المؤمنين. هذا وقد رفعت الطلبات والنيات لأجل الكنيسة ومؤمنيها، ونية السلام في العراق وسوريا وفلسطين، ونية الأردن ملكا وحكومة وشعبا ليبقى بلدا آمنا وسالما. وفي عظة القداس للأب حبابة تحدث عن دخول الله لعالمنا بكل بساطة وتواضع كما وصفها القديس لوقا البشير في الإنجيل، وأكد على ضرورة حاجتنا اليوم إلى ولادة جديدة، إلى شخص يجدد إنسانيتنا ويذكرنا بأن الله قريب منا ولن يتركنا مهما حصل، فنحن بحاجة لبساطة الرعاة وقوة إصغائهم لصوت الله واندهاشهم بالعلامات والحوادث. وفي نهاية القداس تبادل المؤمنون التهاني بهذه المناسبة. أطلب من صاحب العيد أن يحل السلام في أرجاء المعمورة وخصوصا في المنطقة، وانتهز هذه المناسبة ليقدم التهاني القلبية للشعب الأردني العزيز لاستضافتهم لنا العراقيين اللاجئين في الأردن جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، الحكومة والشعب. كما أقدم تهانية القلبية لمكتب فضائية نورسات على مرافقتها إلنا ونقلها لكل احتفالاتنا في أعياد الميلاد وطول السنة لكل النشاطات اللي تقيمها الكنيسة. وفي محافظة مادبا احتفل الرهبان الفرنسيسكان في مزار النبي موسى على جبل نبو بقداس عيد الميلاد المجيد. ترأسه القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن المونسنيور ماورو للي بمعاونة الأب فراس حجازين وعدد من الأباء الكهنة وبحضور عدد من السفراء في الأردن ومجموعة من راهبات الفرنسيسكانيات وجموع من المؤمنين.
وفي عظة القداس التي ألقاها الأب حجازين نيابة عن المونسنيور للي هنأ بها كل من شارك في الاحتفال بالذبيحة الإلهية، داعياً بأن يحل السلام في العالم أجمع ومنطقتنا العربية بالأخص، كما رفع الدعاء بأن يحفظ الأردن وقائد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين من كل مكروه وبلية. بهالأمنيات نتمنى فيها بهالمساء وبعيد الميلاد من عيد جلالة الملك عبد الله ومن عيد الأردنيين جميعا بدون استثناء بناء المولود من عيد عليهم، ومن جديد نشكر طبعا تلفزيون نورسات اللي كمان غطوا هالقداس كانوا معنا في هذا المساء. فوليد المسيح هللويا، كل عام وانتو بخير. وختاما، في كنيسة دخول السيد للروم الأرثوذكس أصويفية احتفل قدس الأب الأيكونوموس إبراهيم دبور بقداس عيد الميلاد المجيد بمعاونة الأب باجس خوري والأب بطرس جنحو ومشاركة جوقة الكنيسة بالتراتيل الشجية بحضور أبناء الرعية. قدم الأب جنحو كلمة معايدة لكل المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يمنح أردننا السلام والخير والبركة في العام الجديد. ولد المسيح، هللويا.